خلال شهر ايش قد يدخل لك؟ هسا خليني اقول لا يعني بصراحه كمعدل قبل بدون قطوعات وبدون اي شيء ايش قد يدخل للسنه الاولى الان 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 نزل بالسنه الاولى كان حوالي 45 مليون بالشهر بالشهر بالسنه الاولى ايه؟ طبعا تعرف لانه 2015 يعني قصدك 2015 ايه حوالي 45 44 مليون دينار يدخل للنائب عدا كل الاشياء لو هي كل الاشياء كل المخصصات كل كل 45 مليون 44 مليون بما في ذلك فلوس الحرس انت تعرف ايه؟ الحرس ايه؟ 90% 80% 80% ماكو حرس يعني الفلوس تدخل باسم النائب هو يجيب ناس يتفق معهم اسوي لكم هويات على انكم انتم حمايه النائب تشيل مسدس وانت ما تداوم عندي نائب تسوي لي وكاله راتبك ينزل من حسابي وهكذا الطريقه واكو نواب ما عنده ولا حارس ياخذ راتب كنا ناخذ راتب 30 حارس الان هذا بالدورات السابقه لا بالدوره هاي 2015 ايضا نزلت بال 2015 او نهايه 2015 فسالتني سؤال مهم ليش تشلبون بالبقاء مو هو مو بس الراتب انت تعين هذا مدير عام وهذا المدير العام اللي جاي يرفض فتقول له مثلا تنطيني بالشهر 100,000 دولار تنطيني 100,000 دولار وانا اخليك تصير مدير عام بالشهر يعني هيك طبعا اكو مناصب اغلى من ذلك انا مدير عام يدفع يدفع 100,000 حسب بالشهر حسب منصب المدير العام الناس على الراتب ما يدري حصل يحصل اشياء بسيطه يعين كم شرطي وكم جندي يجيب من هذا خمس ياخذ 50 ورقه يسموها 5000 دولار الى ابن هذا ماكو احد يحصل قاعه هنا المحافظ انطاما ادري شنو باع القاعه بدريش ليش منها لجته كراميه وخل المحافظين يدفعون ايضا للنواب وخاصه في محافظاتنا ما ادري المحافظات محافظاتنا المحافظين يدفعون للطبقات السياسيه وللكل يدفعون فالنائب هو مو بس يدفعون منين من اللي بقول لأن المشاريع نصها وهمية أولا المحافظ ما ينطي مقاولة إلا يأخذ عليها بال 20-30% حد أدنى سنقبل 20% عندنا ستاندر كلام شرف المحافظ الذي يأخذ 20% عبولة أنا أعتبره ده ينجز لأنه أكو ناس تأخذ 90% هو يأخذ لأبوك لا شنو يبوك هو شنو يبوك هو الفلوس مالته مال من مطيها السيد رئيس الوزراء الذي يدعي أنه يحارب الفساد انطى صلاحيه لهي المحافظات عبر قرارات تعليمات من الامانه العامه لمجلس الوزراء تطلع بفلوس انه انطاهم صلاحيه الاحاله المباشره بدون الاعلان شنو تطلع بفلوس التعليمات تطلع بفلوس هاي الصلاحيات طبعا يعني هسه انت تتهم الامانه العامه لمجلس أكو الوزراء اكو في الامانه العامه لمجلس الوزراء وفي مكتب رئيس الوزراء يطلعون ينطون لهذا قرار وينطون لهذا صلاحيه ويجيبون هذا ما ادري منه وهذا يقابل رئيس الوزراء وهذا ما يقابل وبده كله بفلوس مقابل فلوس طبعا وبالعكس ايضا وللاسف ان رئيس الوزراء قد نجح في اختيار قاده عسكريين محترمين اداروا المعارك ولكن المكتب العسكري مالته التابع لرئيس الوزراء شخصيا ايضا يتعاطى ويبيع مناصب والى اخره بصراحه للان هسه قصه عندهم واحده ما يلبس عليها قال هسه جابوا شالوا قائد شرطه مال محافظه نينوى وباعوا المنصب الواحد من اهل صلاح الدين كان قائد شرطه بصلاح الدين طلع من محافظه صلاح الدين لاسباب اللي طلع بيها وراح اشتروا منصب قائد شرطه محافظه نينوى بيش اشتراه؟ هسه يعني ما كنت حاضر حسب الرقم ما كنت حاضر بس الطريقه التي تجري بها الامور واضح ان المنصب انباع والامر اجى من مكتب رئيس الوزراء وزير الداخلية قال هذا لن يعين ولن يحدث ولن يرفع قائد الشرطة قائد الشرطة واثق الحمداني الذي قاتل داعش إلى أن تحررت محافظة نينوى انشال بجرة قلم من مكتب رئيس الوزراء من أجى مكان؟ أجى واحد قرايبي من محافظة صلاح الدين شو اسمه؟ ما أعرف هو باقي اسمه ما أعرف أسقصي أنا ما أعرف أدخل يعني أجى اللواء حمد النامس قائد شرطة صلاح الدين السابق صار محافظ قائد شرطة نينوى زين هاي هسه اتهمنا النائب ياخذ فلوس من النائب ياخذ فلوس زين قائد الشرطه شو يسوي منين ياخذ الفلوس؟ جديات والله صدق تحكي؟ والله صدق احكي يعني قائد شرطه هو هو مثلا فلوس الاكل مال الشرطه هاي اللي تنضرب حاليا 80% من عندها الارزاق ينطي متعهد الارزاق يقول له اني اكمل نص هذا واحده بمليون دولار بس الارزاق ارزاق الشرطه والسجون تربح في 80 دولار بالشهر
انت قلت ملاحظه ايه؟ قلت تاني ما حاضر، ما كنت حاضر، سالتك على الفلوس قلت ما حاضر ايه؟ ليش انت حاضر صفقات استاذ مشعان؟ يعني شايف بصراحه شايف ايه؟ صاير رايي صايره قدامي صفقات صايره هيك بهيك قوه اي صايره. يعني انت مو شريك بيها؟ لا صايره وهيك اريحيه. لا قصدي عفوا، اولا هذه القصص الان يفتخرون بها الشباب، ما حد يعتبرها عيب يا شباب. هو يعني قصد الطبقه السياسيه إيه؟ هاي العموله وجيب هذا قائد ودي ذاك ضابط وجيب هذا مدير ودي هذا قائد بدري وين وحط هذا، ماكو احد ما ياخذ. يعني ابو الصحه مثلا ليش يدفع 300 الف دولار بالشهر حتى يقعد على الكرسي؟ مدير صحه. هذا من دافع 300 الف دولار؟ مدير صحة محافظة صلاح الدين يدفع رقم لنواب، لنائب مو لنواب. من هذا النائب؟ هسه لا تتوقع لي مشاكل، والانتخابات باقي لها 40 يوم وكأني يدخل بعملية تسقيط. هو انت هاي يعني بس مو بهالتوقيت، مو بهالتوقيت. خليني اخذ حصانة مرة ثانية وعين عيونك. للتوضيح لحضرتك، تتفاجأ احيانا مثلا مدير المجاري ايش قد يدفع بالشهر؟ هو مدير مجاري ايش قد يدفع؟ ايش قد مثلا يعني قصدي مدير مجاري بمحافظه ايش قد لازم يدفع بالشهر؟ هذا اعلى من قائد الشرطه المنصب مالته. شلون هي هاي شلون؟ لانه مشاريع المجاري ارقام المخصصه لاقامه مشاريع مجاري، والمشاريع بالمحافظات هي كلها وهميه. نفوذك تقل